دكتور بن عياد، هذا المغرب الذي أصبح اليوم قبلة محجا للاستثمارات الأجنبية من شركائه القريبين والبعيدين كذلك، نتابع ما يحدث في الأقاليم الجنوبية. عندما تستقبل ربما ضيوفا بهذا الحجم، أنت يجب عليك أن تعيد ترتيب بعض الأثاث الموجود داخل المنزل، بعض الأوراش الكبرى، بعض الإصلاحات. ما المطلوب اليوم من المغرب لكي يتابع كذلك ويواكب هذه الطفرة الاقتصادية وهذه الأعين التي تراقبه عن كثرة؟ أولا اسمحوا لي فقط أن أعرج عن ملاحظة بسيطة حول ما يحدث حاليا مع فرنسا. فرنسا تعتقد أن سبب أفولها في إفريقيا هو المغرب، ولكن المغرب لم يقم بأي شيء ضد فرنسا، بل أكثر من هذا، المغرب مثلا اشترى جميع البنوك الفرنسية لأن بعض المستثمرين الفرنسيين اعتقدوا بأنها غير رابحة في إفريقيا، واستثمر فيهم بشراكة مع الأفارقة وطور هذه البنوك. لقد سبق وقلت بأن هذا فرنسا حاليا هي على طريق أفول في إفريقيا، ليس بسبب المغرب فقط، ولكن بسبب تموقعها وبسبب لحد الآن لم تحسم مع منطق، أو على الأقل بعض القطاعات في الدولة العميقة الفرنسية لم تحسم مع ماضيها الاستعماري ومع المنطق الاستعماري الذي يقوم على الابتزاز والابتزاز فقط. ومع كامل الأسف ويؤسف أنه يمكن أن نقول أنه فات الأوان، لأن الوضعية الحالية هي وضعية جد صعبة بالنسبة لفرنسا لإعادة تموقعها. بقي دقيقتان دكتور بن عياد. هذا جانب. لماذا نجح المغرب؟ ليس هذا السؤال، أرجوك بقي دقيقتان، أريد أن أسمع منك ما هي الإصلاحات الضرورية اليوم في المغرب؟ تحدثت من قبل عن إصلاح الإدارة، ما أهم هذه النقطة دكتور في دقيقتين أرجوك؟ الإصلاح الإدارة هو ورش أساسي سأعطي فقط مثال. نعم. تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية يتطلب إدارة شفافة وفعالة، وهذا الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا بإصلاح العنصر البشري. العنصر البشري هو الأساسي في الإدارة العمومية، وحاليا هناك إشكالات كبيرة في تأهيل هذا العنصر. وهذا العنصر على ما أعتقد هناك أوراش حاليا للرقمنة إلى آخره، ولكن يجب الاهتمام بالعنصر البشري. هذا جانب. الجانب الثاني اللي هو أساسي هو مجال مناخ الأعمال. المغرب حقق تراكمات جد مهمة يجب رأسمالتها والاستمرار، على ما أعتقد أنه بالقانون الجديد المنظم للاستثمار هو خطوة جد جبارة في هذا المجال. يبقى يمكن إصلاح السوق كذلك، هناك العديد من الأسواق التي لا تشتغل بطريقة شفافة، وهذا مجال يجب العمل عليه كذلك لتوفير مناخ للأعمال واضح. وهذا بالإضافة إلى الأوراش المهيكلة كالأوراش البنيات التحتية، التعليم، الابتكار، العنصر البشري إلى آخره. شكرا. المغرب على ما أعتقد أن هناك رؤية واضحة في هذا المجال، ولكن تنقصنا في بعض الحالات آليات التفعيل، وهي آليات جد مهمة.